طيب، يسعد مساكم جميعا. كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله رب العالمين، يسعد مساك دكتور. الله يبارك فيك. تمام، الله يسلمك دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسعد مساك. أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب، في الحقيقة أنا حابب إنه في البداية إنه أنتم تذكروني ب احنا تقريبا عندنا يعني 10 طلاب بيحضروا المحاضرة، مسجلين تقريبا 13 او حاجة زي هيك يعني. ففي مش عارف، يمكن 3 ما بتمكنوا انهم يحضروا اللايف. على اي حال، انا حابب اعرف مستوى البايثون الموجود لديكم، لانه شغلة ضرورية عندنا في الكورس انه يكون مهارات البايثون موجودة عندكم، وانه تقدروا تسلموا فيها الاسايمنت. فبالتالي انا بالعادة ما بقيد بخصوص تسليم الاسايمنت، لكن هاي المرة انا حابب انه يكون في تقييد، لانه الموديل اللي احنا بدنا نشتغل عليه في يعني ديب ليرنينج، احنا بدنا نركز زي ما اتفقنا في انه على الديب ليرنينج اكثر من الكلاسيكال. الديب ليرنينج بنحتاج انه احنا نتعامل مع تنسر فلو، فممكن ادي لك عليها نبذة بسيطة وادي لك نبذة مبسطة في البايثون. الحقيقة انت عندك في الكورس راح تلاقي عندك هنا في عندك هنا في المقطع اللي تحت هنا انه البايثون في 25 دقيقة. في الحقيقة انه حاولت اني ألم البايثون، معظم الشغلات الأساسية في البايثون في 25 دقيقة. أنا كنت بخطط أن أعملها 5 دقائق، البروفة الأولى طلعت معاي 7 دقائق يعني. كان في بعض الشغلات يفترض أن أحكيها، رحت سجلتها كمان مرة وما حسيتش في الوقت صراحة، وطلعت معاي 25 دقيقة. فأنت عشان هيك يعني راح تلاقي أنه التايتل تبع الفيديو أنه أنا حاطه زي هيك. راح تلاقي انه بايثون ان 5 مينتس، وحاطط لك هنا السمايلي. هي فعليا مش 5 مينتس، انه هي 25 دقيقة، بسبب انه زي ما حكيت لك انه انا كنت مخطط تساوي 2 دقائق، ولكن يعني اخذت معايا تقريبا 7 دقائق، وعدتها مرة تانية وطلعت معايا 25 دقيقة. فمطلوب منكم ان انتم تطلعوا على هاي بشكل اساسي. طبعا راح اوضع لكم assignment هنا. الassignment هنا عشان انه تكون الامور واضحة، مطلوب منكم ان انتم تعملوا practice على البايثون. وافضل طريقة ان انتم تعملوا practice على البايثون، بدي اياكم تشتغلوا على منصة الهاكر رانك. منصة الهاكر رانك يا سيدي العزيز، هاكر بطبيعة الحال انه بتعني مبرمج، يعني هذا الكلام كان سابقا يعني في بداية السبعينات. كانت هاكر بتيجي في سياق انه مبرمج، يعني مش زي السياق تبع اليوم. اوكي، والرانك بتدي لك اكيد طبعا رانك لقدراتك البرمجية. فبتعمل لوك ان بطبيعة الحال، انت ممكن تعمل لوجين ككمباني لو انت بدك تعمل هاير لسمون، لانه هنا فعليا في ناس بتطلع كتير انه تعمل هاير لديفلوبر موجودين هنا، والمطلوب منك انه تعمل هنا هاير از ديفلوبر. فبتدخل بحسابك و في عندك هذه الجزئية، انه جزئية البراكتس. تمام، طبعا هذه هنا فيها سيرتيفيكيشن. انت ايش اللي بيهم لك هنا؟ انه انت تحسن السكيلز تبعتك. هي محطوط عندك هنا دومين SQL Python Problem Solving. Problem Solving بتركز على يعني Computational Thinking، انه to solve problems. وهنا بغض النظر عن لغة البرمجة، يعني ممكن انت تكتب كود. يعني هنا الفكرة انه انت بتعمل solve للبروبلم، مش انه يعني بغض النظر عن اللغة.
هنا بتقدر تعمل براكتس للبايثون. في عندك هنا يعني تقسيمات كثيره للغات برمجه عديده، سي بلس بلس، جافا، داتا ستراكشر، اي اي، ريج اكس، ريجولار اكسبريشن. احنا بيهمنا انه انت تعمل براكتس في البايثون، فبتفتح زي هيك. طبعا انت بتلاقي انه هنا الشاشه عندكم واضحه انه الستاتوس، انت عندك المسائل اللي حليتها او ما حليتهاش، انت بتختار انه انت تظهر اللي ما حليتها. وهنا بامكانك اختيار مستوى الصعوبه والسهوله، بدي اياك تطلع لي المسائل السهله اول زي هيك. وهنا انت ممكن تحدد الدومين انه بدك انه انت في الكلاسز، بدك في الديت والتايم، السترينجز، البيزك داتا تايبس، وكل الامور هاي. تمام، فبهاي الطريقه انه انت بتحل مسائل. هنا بتدخل انه انت تعمل سولف للبروبلم. تمام، بتلاقي انت عندك انه يعني الكوستشن انه مطروح زي هيك. تمام، وهذا انه السكور تبعه 10 وهي انه محطوطه ايزي، فهي البروبلم. تمام، بحكي لك انه انت عندك هاي يعني انه اكزامبل انه زي هيك. تمام، وبده اياك انه انت مثلا انه تعمل اكسس للاندكس معين في السترينج هذا. تمام، وبقول لك ايش التاسك المطلوبه. التاسك المطلوبه انه انت تعمل التالي، فبالتالي انت في عندك هنا انبوت واوتبوت. تمام، فهنا انت عندك سامبل انبوت دخل زي هيك. تمام، والاوتبوت يفترض انه يطلع لك زي هيك. هنا انت بتكتب الكود تبعك، بتختار طبيعه الحال. هنا كل الفيرجنز تبعت البايثون، بتختار بايثون 3. تمام، وبتبدا تكتب في الكود تبعك هنا، وبتعمل رن للكود. فالرن للكود هو يعني بيشغل لك بعض التست كيسز. اذا التست كيسز ظبطت بتقدر تعمل سبميت للكود، لانه هذا تست كيس دريفن. يعني اذا انت يعني كل التست كيسز باست، فبالتالي انت بتقدر انه تعتبر انه حليت هذا السؤال وتحصلت على العشر علامات هذول. تمام، ايش المطلوب منك في الاساينمنت؟ المطلوب منك انه انت تحصل 4 نجمات في البايثون. طبعا النظام الستارز اللي موجود في البايثون في الهاكر رانك، الان هحكي لك عنه، ستار سيستم. حكيت احنا حكينا انه مطلوب منك 4 نجمات، فبالتالي مطلوب منك انه انت تحصل 475 بوينت. طبعا البوينت هذه انه في عندك سؤال في عليه 10 علامات، في سؤال عليه 20 علامة، في سؤال عليه 15 علامة. فبالتالي مش حقدر اقول لك انه قديش كم الاسئلة، لانه افترض انه انت بدك تحل كل الاسئلة الايزي، فبالتالي يفترض تحل حوالي 40 سؤال عشان تجيب الاربع الستارز هدول. لكن اذا انت حليت يعني اسئله ميديم، ممكن انه انت تجيب 15 في السؤال. و لا، مش للبروبلم سولفينج، لا، مطلوب منك انه للبايثون، يعني في دومين البايثون. برجع بكرر لك مره ثانيه انه شايف هنا براكتس بايثون، يعني انت بتختار هنا في جزئية السكيلز مش الشهادات، خلي بالك مش الشهادات، هحط لك الرابط المباشر. تمام، فبتختار هنا اوكي، فهذا الدومين تبع البايثون. فهي لاحظ معايا اليو ار ال هاكر رانك سلاش دومين سلاش بايثون. هنا المسائل اللي انت حتحلها، وكل مسألة انت بتحلها بيحسب لك يعني نقاط معينة، والنقاط اذا انت حاولت يعني إذا جمعت حوالي 475 نقطة بتقدر تحصل على 4 نجمات. وبدي أديكم أسبوعين لهذا الكلام، لأنه جزئية البراكتس فعليا هذا assignment ما بنحل في يوم وليلة.
وإذا يعني حدا إنه بده يكتب كود ويعمل براكتس في البرمجة، البراكتس ما بيجي بين يوم وليلة، يعني أنت بتكون إنه أنت بتضحك على نفسك. البراكتس يعني every day على الأقل، لازم كل يوم إنه أنت تقعد لك ساعة زمن تحاول تحل لك يعني أكم من مسألة، بحيث إنه أنت تقدر تصل للمرحلة هذه. البروفيشنسي في البايثون أساسية عندنا في الكورس، لأنه إحنا بدنا نشتغل على تنسر فلو، يعني الوصفات اللي إحنا الأسايمنتس اللي أنا بدي أطلبها منكم على التنسر فلو. من غير التنسر فلو يعني من غير البايثون أنت مش راح تقدر إنه to proceed in tensor flow. ليش هذا الكلام كله؟ لما هذا العذاب؟ لأنه فعليا إذا أنت ما طبقتش الكونسبتس النظرية اللي إحنا بنحكيها في كل المواضيع اللي إحنا أخذناها، فبالتالي إنه يعني فعليا أنت مش هتستفيد، أنت المعلومة هذه مش هتعلق معاك، يعني هتدخل من اليمين هتطلع من الشمال. فبالتالي لا، ضروري جدا ان انت تدخل على هذا المجال بقوة، وان انت تقدر ان انت تحل الاساينمنتس، والاكثر من ذلك ان انت البروجكت فعلا تقدر ان انت تشتغله. تمام، ف اسبوعين كويس. بس مش عارفين لسه يا دكتور، نشوف ايش في عن اسبوع اسبوعين بده. خلينا يعني انت بتقول اسبوع اسبوعين، يعني مش اسبوع يعني. لا القصد مش عارفين يا دكتور ايش كيف طبيعه الاسئله هتكون، يعني احنا خدنا بايثون وتعاملنا فمش عارفين، فخليها مش عارف باقي الشباب ايش رايهم. والله دكتور كمان مرة إذا في إمكانية، إيش اللي إحنا مفروض نسلمه بالضبط؟ إحنا فهمنا إنه في براكتس ونروح نفوت نعمل إيه. أنت مطلوب منك تسلمني رابط البروفايل تبعك، رابط البروفايل. تمام. هاي وزي هيك، يعني أنت بتيجي هنا بتقول هاي بروفايل زي هيك، هاي بتطلع على البادجز اللي أنت محصلها. والله كنت محصل 4 نجمات بتعدي. حصلت 4 نجمات ما بتعديش. لا اولادنا حتان ولا يهمك يا دكتور. فانت يعني المطلوب تسليمه حاجه بسيطه جدا، جاست يو ار ال بس، وخلي الباقي. طب تمام. Two weeks it's okay. ان شاء الله بنحاول يعني قدر المستطاع. تمام خلاص اتفقنا. طيب يعني خليني اعمل بوز. ان شاء الله من مصلحتنا كمان يا دكتور. اوكي طيب، هيك خلصنا من موضوع الهاكر رانك. هتلاقي الاسايمنت نازل عندك ان شاء الله بعد المحاضرة مباشرة، وتسليمه بعد اسبوعين مش الاربعاء القادم، الاربعاء اللي بعده ان شاء الله. الموضوع الثاني انه احنا بدنا نبدأ زي ما اتفقنا، احنا عندنا خلصنا موضوع الانترودكشن، بدنا نبدأ في موضوع الوورد فيكتورز. اوكي، فانت هتلاقي انت عندك في الجيت هاب المحاضرات هاي، تمام، من كتاب Speech and Language Processing. تمام، من كتاب Speech and Language Processing، هو فعليا الشابتر السادس اللي بيحكي عن الفيكتور سيمانتكس. طبعا الفيكتور هنا موزع على 2 شابترز، شابتر ستة عفوا، لكن انه هي مقسومة على 2 سلايد. وكذلك بدي ارجع للسلايدز اللي تبع جامعة ستانفورد عشان بدي اشرح فيها مفهوم الجريدينتس. اوكي
طيب شو الكلمة؟ ماذا تعني الكلمة؟ شوف اطلع هي عبارة عن sequence of characters. Sequence of characters. بس هذا الكلام يعني من ناحية برمجية يعني string is a sequence of characters. لكن إنه إحنا بنحكي من ناحية linguistics. ما هي الكلمة؟ مجموعة من الحروف بتعبر عن شيء يعني. بالضبط. يعني ممكن إنه هي تعبر عن concept. تمام، عن idea، عن شغلات يعني انه في إلها دلالة معينة، في إلها سيمانتك. سيمانتك هنا المقصود بالمعنى، انه في انا عندي دلالة لشيء معين. اوكي، طيب نيجي الآن لتعريفات متعلقة بالوورد، الليماز، السنسز. فعليا لو شفنا كلمة بيبر، مرت عليكم هذه الكلمة؟ فلفل. صراحة لا، تستخدموها كل يوم تقريبا يعني. فلفل فلفل. بالضبط، هذه هي الليما. تمام، هذه كلها عبارة عن سنسز اللي انت شايفها امامك الان، هذه مؤشر عليها انه هذه كلها عبارة عن سنسز. طبعا هنا طريقة البرونانسيشن انت شايفها هنا في هاي المنطقة. تمام، هاي المقاطع الصوتية اللي انا كنت احكي لك عنها في الانترودكشن، يعني هذه هي مقاطع صوتية، مقاطع صوتية غير الاحرف اكيد بطبيعة الحال. اوكي، طيب خلينا نشوف ايش هي المعاني اللي موجودة عندي. فبالتالي انه انا عندي اتفقنا انه البيبر نفسه في حد ذاته انه هي عبارة عن الليما. تمام، والسنسز خلينا نشوف ايش هي السنسز اللي موجودة. طبعا كل سنس انه يعتبر عبارة عن definition، يعني لا معنى معين. ما هي معاني الفلفل؟ الفلفل هي عبارة عن نبتة الفلفل، هذا المعنى الأول. تمام، اوكي، عفوا لا مش نبتة الفلفل، عفوا السبايس هو البهار نفسه، الفلفل المطحون او شيء زي هيك. ثواني امسح هاي بس. اوكي، يبقى اتفقنا انه اول نوع اللي هي السبايس اللي هي البهار الفلفل، وهنا النبتة في حد ذاتها. تمام، وهنا نبتة ولكن من نوع تاني، جامايكان بيبر، برضو كذلك انه هي نبتة. تمام، وهنا برضو كذلك انه هي نبتة ولكن في كاليفورنيا. تمام، والسنس الثالث اللي هو عبارة عن يعني شغلة يعني متعلقة انه فلفل حلو. تمام، اللي هو البابريكا او شيلي، او يعني انه نوع يعني نوع من انواع الفلفل، الفلفل نفسه انه هنا البيل بيبر او البابريكا او الشيلي، الشيلي اللي هو الشطة يعني. تمام، فبالتالي انه انا عندي هي المعاني الخمسة هدول لنفس الكلمة. تمام، طيب السنس بدنا نتفق انه السنس، يعني احنا شفنا خمس معاني الان، بدنا نتفق انه السنس هو عبارة عن concept. السنس هو الكونسبت، فبالتالي كل سنس بشكل انا عندي مفهوم دلالة، يعني شغلة يعني دلالة انا عندي او مفهوم، وهو عبارة عن معنى الكلمة، هو عبارة عن معنى الكلمة. طيب حاجات المعاني هدول السنسز هدول اكيد في علاقات بيناتها، ايش هي العلاقات اللي موجودة؟ يعني
الكلمة تشابه. كيف؟ تشابه تشابه تشابه. ماشي، هو سياق الكلمة نفسها بتدل على بتدل على شيء معين. احنا بدنا الصفات. يعني خد لي تو سنسز، يعني تو سنسز، كلمتين ايش العلاقات اللي ممكن تكون بيناتهم؟ في علاقه تشابه. اوكي، خلينا نقول انه هذا الكلام خلينا نأصله، يعني انه بالمصطلحات اللي احنا يعني مرادفات. شو كمان؟ عكس الكلمه اكيد طبعا، مرادفات. المرادف الكلمه انه هي يعني كلمه بتشبهها في المعنى. تمام، اوكي، يعني انتم مش متابعين معايا. خلينا نبدا في العلاقه الاولى. العلاقه الاولى اللي هي انه علاقه الترادف، سينونيميتي. السينونيميتي انه هدول الكلمتين في لهم نفس المعنى. زي ايش مثلا؟ انه انا عندي المكسرات اللي هو هيز نوت او فيلبرت، الكاوتش او الصوفة. تمام، البيج واللارج هدول لهم نفس المعنى، اوتوموبيل وكار هدول نفس المعنى، فوميت وثرو اب هدول نفس المعنى، ووتر و H2O هدول برضو كذلك انه لهم نفس المعنى، بنقدر انه احنا يعني نستخدمهم مرادفات لبعض في نفس الجملة. هذا النوع الأول من العلاقات. يبقى العلاقات رقم واحد النوع الأول اللي هو الترادف. النوع الثاني نعم، هم لنفس الكلمة مقصود فيها ولا بشكل عام؟ يعني العلاقات، العلاقات لنفس الكلمة ولا لكلمات مختلفة؟ هذا سنس وهذا سنس مختلفة. تمام، فبالتالي انه انا في عندي علاقه بيناتهم، انه العلاقه هذه انه سينونيميتي او علاقه ترادف، او انه لهم نفس المعنى، يعني كلمتين مختلفتين ولكن نفس المعنى. تمام، بس لما سالت عن الموضوع الريليشن بين السنسز، هل كانت لنفس اللمة ولا للمز مختلفه مثلا؟ الريليشن يعني انه انا اوكي ده، يعني كنت انا طالب منكم انه احنا بدنا نعمل سرد هنا وبعديها انه احنا نعمل بروسيد، فلما لقيتكم مش متجاوبين، يعني انا في اخذنا انه بدنا ناخذ مرادفات وبعديها حناخذ اضداد وبعديها حناخذ انه التشابه، انه والله انه الكونسبت هذا في له علاقه مع الكونسبت هذا، فخلينا ماشيين بالتتابع مع الانواع. احنا لسه في النوع الاول اللي هو علاقه الترادف. تمام، علاقة الترادف انه انا في عندي كلمتين والكلمتين هدول لهم نفس المعنى. تمام، في الحقيقة فيش حاجة اسمها perfect synonymy. شو معنى هذا الكلام؟ تطابق، يعني ما في تطابق بالضبط، يعني هم مرادفات صح لهم نفس المعنى، ولكن انه نفسه بالضبط لا مش بيرفكت. يعني هل شجاع مثل مقدام؟ التنين فيهم يعني شغلات مشتركة كتير، لكن يعني الخصلة اللي فيها الإقدام يعني ممكن يكون متهور. يعني مش حكاية انه متهور، انه مقدام يعني انه في عند يعني من كتر ما انه هو يعني بيتقدم وبيواجه العدو، يعني صارت انه صيغة مبالغة مقدام. لكن الشجاعة ممكن تكون انه في اوجه تانية، انه مثلا يعني واجه، او انه مثلا كان في عنده شجاعة في يعني الثبات يعد شجاعة. بالضبط بالضبط، فبالتالي المعنى مش exactly the same. هذه هي البوينت. فبالتالي في شي حاجة سينونيمي، هذه شغلة اساسية.
أنا سامع حدا بيحكي بس الصوت بعيد. البست والبتر مثلا؟ إيه لو تقرب حالك على المايك مش سامعك أنا. البست والبتر مثلا زي بست وبتر؟ لا 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 لا, لا. هذه درجات, هذه سوبر ريليتيف. يعني انت بتحكي انه الافضل والافضل هذه ليست مرادفات وليست سينونيمتي, تمام؟ هذه عبارة عن درجات, تمام؟ سوبر ريليتيف ما 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 يعني لا تعتبر انه هي سينونيمتي, عفوا انه مرادفات. انت في عندك مرادفات زي ما حكيت لك انه مثلا شجاع مقدام في انت عندك امثله هنا بيج ولارج, انه هنا في الانجليزيه انه بيج ولارج انه هنا تستخدم انه حسب يعني شغله يعني حسب السياق حسب الشغله اللي انت بتوصفها, تمام؟ ولكن انه التنين انهم نفس المعنى انه كبير, وهذه صوفة وهذه كاوتش, التنين يعني كنباية في الاخير يعني انه زي هيك. والاوتوموبيل والكار هدول انه التنتين عبارة عن سيارة في الاخر زي هيك, تمام؟ فهنا في عندك هتلاقي امثلة يعني اخرى, يعني اي بريف وكاريجاس اللي احنا شفناهم. هنا احنا دخلنا في الانتونومي, بس خلينا نشوف ايش في عندكم امثلة تانية يا شباب للمرادفات. يعني small و tiny مثلا, small انا اخشى انه هذه انه يعني انه التايني اصغر من السمول, يعني مش مرادفات. يعني ممكن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سمول وليتل يعني ممكن قليلة مثلا اير بلان واير كرافت الليدز والوومن الايش؟ الليدز والوومن وومن ليدي وومن وومن اوكي, يعني هذه شغلات انه فيها مرادفات. هنا مثلا بنت وصبية اوكي. زي الاسد والغضنفر كمان يعني مرادفات صحيح, يعني شغلات زي هيك لها نفس المعنى. اوكي بدنا نرجع للنقطة هذه اللي بدنا نأكد عليها, انه في شي حاجة اسمها perfect synonymy لانه في اختلاف في المعنى, ولكن انه المعنى في تشابه الى حد كبير, تمام؟ فبالتالي انه مدام في اختلاف في الفورم لازم يكون في اختلاف في المعنى. يعني شجاع ومقدام الاختلاف في صيغة يعني في الأحرف في هذول الكلمتين أكيد بيؤدي لاختلاف في المعنى ضروري جدا, تمام؟ هاي النقطة اللي احنا بدنا نخلي بالنا منها. الآن الإكزاكت مينينج هذول إنه يعني خلينا نحكي إنه يعني الـ H2O يعني حسب السياق, يعني هل بنفع تقول إنه الله والله أنا بدي أشرب H2O أنا عطشان؟ وهل في الكيمستري او في اللاب انه انت بتيجي تقول والله انه احنا بدنا نوضع مثلا ال H2O على C4 او على CO4 مثلا على ثاني اكسيد الكربون, نحط مي على يعني على 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 حمض على حمض الستريك مثلا او شغله زي هيك؟ يعني فبالتالي انه السياق هنا بي بي يعني هو فعلا انه بيحدد انه انت هذه مستخدمة أكثر في سياقات معينة أكثر من سياقات ثانية.
طيب النوع الثاني الانتونومي. انتونومي هي الاوبوزيت او الاضداد من الكلمات، انه فبالتالي انه بيكون انه المعنى متضاد. زي ايش مثلا؟ دارك، لايت، هوت، كولد، اب داون، شورت، لونج، فاست، سلو، رايز، فول، ان اوت. هذه كلها عباره عن انتونومي. تمام. الانتونومي ممكن تكون انه عباره عن باينري اوبوزيشن، تمام، وممكن تكون انه هي عباره عن الاوبوزيت في الاند اوف سكيل. يعني الاند اوف سكيل يعني انه انا بدي اجي امثل السرعه السبيد عندي زي هيك، فبالتالي هذا عباره عن سكيل. انا عندي هنا سلو وهنا انا عندي فاست، فهدول الشغلتين اللي بتوصف السرعة في بداية السكيل وفي نهاية السكيل، هذه انه تعتبر انه اوبوزيت لبعض زي هيك. تمام. او ممكن تكون انه شغلات انه عكس بعض، يعني مقلوبة، يعني ما يعني شغلة والمقلوب تبعها زي اب وداون ورايز وفول بهذا الشكل. اوكي. طيب النوع الثالث من الريليشن، كم ريليشن لغايه الان؟ احنا اخذنا ثلاث انواع. النوع الثالث السيميلاريتي، علاقه التشابه. تمام. وهي عباره عن انه الكلمات اللي لها سيميلر مينينج ولكن مش سينونيمز، مش مرادفات، ما بنفع انه انت تستخدمها بدالها. تمام. ولكن انه يعني في لها يعني مشاركه في الاليمنتس اوف مينينج، يعني مثلا زي الكار والبايسيكل. ما بنفع الترادف، بنفع انه انت تستبدل مقدام بشجاع نوعا ما. تمام. لكن هنا ما بنفع انه انا والله انا كنت رايح على يعني ماشي الصبح واخذت السياره، ما بنفع انه انت تستبدلها بالبايسيكل، بيختلف المعنى انا عندي. لكن البايسيكل والكار هذول في علاقه سيميلاريتي بيناتهم، انه هذول عباره عن ترانسبورتيشن. اوكي. وهنا الهورس والكاو هذول شغلتين مختلفات. تمام. لكن ايش اللي بيجمعهم؟ انيمالز. انيمالز او كاتل. ماشيه يعني، او دواب او انيمالز اذا بدك تعمل انه الكونسبت الكونسبت الاعلى منهم. اوكي. طيب على هذا الأساس إنه إحنا بده يكون في عندي هنا حاجة اسمها ليكسيكون، والخبراء اللغة بيحاولوا إنه هما يعني يعملوا pair of words ويحطوا ويحطوا السيميلاريتي بيناتهم. طبعا هذه سبجكتيف، إنه هذه حطوها يعني خبراء اللغة. سيمليكس، ليكس جاية من ليكسيكون، وهذا المصطلح حيمر عليكم كتير في الكورس. الليكسيكون هو عبارة الليكسيكون هو عبارة عن يعني معجم أو list of words، والlist of words هدول إنه يعني قائمة كلمات. list of words إنه ممكن تحتوي على annotation، يعني مثلا إنه هاي الكلمة مع score معين. score هذا ممكن إنه يمثل إنه قديش إنه هذه positive وقديش إنه هذه negative مثلا. اوكي. يعني اذا كان الرينج مثلا بين ماينس واحد وواحد، فبالتالي اذا كانت اقرب للماينس واحد بتكون نيجاتيف، اذا كانت اقرب للواحد بوزيتيف، اذا كانت اقرب للزيرو بتكون نيوترال زي هيك. او ممكن تكون انه الليكسيكون هذا عبارة عن انه هاي ايتم تمام، وهي ايتم تاني، وفي بيناتها وفي هنا انه سكور. السكور هذا بيمثل انه قديش السيميلاريتي بين الورد هاي والورد هاي بهذا الشكل. تمام. فبالتالي انه يعني الليكسيكون يعني خلينا يعني
عشان تتخيلوه كويس انه السيملكس هو عبارة عن معجم تمام بيحتوي على وورد واحد وورد واحد كوما وورد اثنين كوما سيم سكور بهذا الشكل تمام. فبالتالي انت راح تلاقي عندك بير اوف ووردز بالاضافة للسيميلاريتي سكور تبعهم. ممكن تكون انه عبارة عن بلين تكست فايل، فعشان هيك انه انت بدك تكون انه فاميليار معاهم. يعني انه تخيل معايا زي هيك تمام، زي مثلا انه cow horse مثلا 0.7. فهو فعليا عبارة عن plain text file، يعني مثلا rabbit مثلا chicken والسكور بيناتهم هدول 0.2 زي هيك. فبالتالي هو عبارة عن plain text file، وفعليا انت بتقدر انه تقرأ او تعمل له parsing. هجد مين وضع السكور هذا؟ اللي وضع السكور هذا خبراء اللغة تمام؟ فهذه عبارة عن داتا سيت وضعوها مجموعة من الانوتيتورز انه هي منشورة في 2015، بتحكي لك انه السيميلاريتي بين الفانش والديسابير 9.8 تمام. قد تكون سبجكتيف، يعني هذه الشغلة انه موجودة في اللينغويستكس انه يعني سبجكتيف ايش معناته الكلام، انه يعني بناء على ارائهم، وهل بالضرورة انه ارائهم صحيحة؟ ليست بالضرورة. السيميلاريتي بين بيهيف وأوبي 7.3، بيليف امبريشن 5، في سيميلاريتي لكن انه يعني بدرجة معينة. المسلز والبونز في علاقة بين العضلات والعظام 3.65 اوكي. مودست فليكسيبل 0.98. في منه زي مش سامع، في زي بس لغه عربيه، لغه عربيه زي الليكسيكون هذا بس لغه عربيه فيه، في لغه عربيه لغه في في انت عندك الوورد نت هذا مشهور مشهور تمام. والوورد نت هذا في منه يعني موجود بعدة لغات ومنها اللغة العربية، لكن الكفرج تبعه محدود. يعني هذه أحد مشاكل الليكسيكون، يعني هنا إنه يعني موضوع الكفرج، إيش مفهوم الكفرج؟ ليكسيكون، ايش مفهوم الليكسيكون كفرج؟ انه قديش عدد، يعني قد ما يكون في مفردات، هل بتغطي كل اللغه؟ اكيد بضله بطبيعه الحال انه ليميتد، فهذه واحده من الشورت كامينجز او المساوئ تبعت الليكسيكون. خليني اوري لك هنا هذه السلايدز تبع جامعة ستانفورد، و السلايد هاي فعليا هاي تمام. هذه الوورد نت بيحكي لك هو عبارة عن ثورس، ثورس معناها قاموس قاموس تمام. يعني برضه هو والقاموس برضه مرادف لليكسيكون، يعني معجم اوكي. ايش بيحتوي؟ بيحتوي على ليست، قوائم من السينونيم سيتس والهايبرنيم سيت اللي هي الاز ا ريليشن. هذه احنا لسه ما اجينا لإلها. يعني على سبيل المثال انت هذا عباره عن كود بايثون، فبالتالي انه هنا بتحكي له فروم انالتي كي كوربوس
import WordNet as WN. وهنا انت بتحكي انه البوزز انه ان بتشير او بتدل على noun, v لverb, as adjective, تمام, و a adjective لحال, و r adverb. adjective مع as اللي هي انه adjective للجمع يعني. فهنا انت بتعمل loop على كل المرادفات تبعت كلمة good, وبتروح انه انت بتطبعها. فبحكي لك انه good, goodness, تمام, وهنا بجيب لك انه الطيب تبعها زي هيك. وال يعني انت في عندك انه هذا عبارة عن سنسيت اللي هو commodity او التريد للgood. الgood يعني بتيجي كمعنى منتجات كذلك, تمام. وهنا انه good انه just upright, هذا عبارة عن برضو adjective زي هيك. وبتيجي كadverb انه well و good زي هيك, تمام. وهنا في الكود اللي على الشمال اللي انت بتجيب انه الهايبر نيم للباندا. الهايبر نيم للباندا is a relation, يعني انت بتلاقي انه الباندا هي عبارة عن ايش, هي عبارة عن مامل. يعني هذه واحدة من السوبر كونسبت تبعتها, وهي عبارة مامل يعني حيوانات ثدية. وبرضو كذلك انه هي عبارة عن animal, تمام, وبرضو هي عبارة عن كائنات حية, عرفت كيف؟ فبالتالي انه هذه عبارة عن كونسبت انه احنا ممكن نحكي انه انا عندي هنا الكائنات الحية, من الكائنات الحية انا في عندي اشياء كثيرة, تمام, في عندي المامولز اللي هي الانيمالز. الانيمالز فيها كذلك انه انا عندي المامولز, والمامولز بتحتوي على الباندا واللايون وكل الامور هاي. فبالتالي انه هذه عبارة عن سوبر كونسبت اللي هو الهايبر نيمز, اوكي. فهذا الورد نت بتقدر انه انت تستخدمه بالانجليزية, تمام, وبرضو كذلك مؤخرا صار موجود بالعربي. بالعربي خليني افتح لك هنا واكتب لك NLTK. طبعا NLTK واحدة من المكتبات المشهورة في Natural Language Processing WordNet. ونحكي هنا Rubik, هتلاقي طيب نشيل الأرابيك عشان انه انت بتقدر تحدد اللغة. اصل الدوكيومنتيشن تبعت الانتيكي هيو عندك هنا في الهاو تو, طول بالك علي شوية لأنه WordNet and LTK Tutorial Modules. نفتح الكتاب. في بالمناسبة كتاب, إنه هذا الكتاب تبع الفيرست إديشن. لا ما بدناشي بس اوكي سلاش بوك. هذا الكتاب تبع السكند اديشن. هاي المحتويات تبعت الكتاب, هذا كله باستخدام مكتبة الانالتيكي. ف من ضمن الشغلات اللي هنا analyzing the meaning of the sentence اللي هو شابتر 10. Linguistic data, okay. Managing linguistic data.
نعم. ثواني. word net language. انت بتمرر له باراميتر اللي هو ال language. for Italian language ممكن انه يكون في ايوه open multilingual wordnet في من ضمنها العربي تمام. فبالتالي انت بتقدر انه ممكن انه انا اجهز لك example هاي العربي موجود Arabic wordnet موجود فيه، بس الكفرج تبعه انا استخدمته هذا الكفرج تبعه مش كتير يعني لا يقارن بالانجليزي تمام. ممكن اجرب لك انه piece of code المرة الجاية ان شاء الله انه اوري لك اياها as an example انه هنا انت بتقدر تحدد اللانجوج وبتقدر انه انت تجيب المرادفات والانتي نومز والهايبر نومز لمصطلح معين تمام. انا متاكد انه في الكود انه يعني واضح اكثر من هيك لاكثر من لغه يعني بجيب لك اياه وبعرض لك اياه المره الجايه اوكي. ففعليا انه الريسورس هاي موجوده للعربيه تمام. نرجع على السلايد. اوكي طيب هجيت احنا ممكن نفصل في يعني هاي النوع الثالث اللي هو similarity. وهنا انا في عندي النوع الرابع اللي هو word relatedness يعني الكار والبايسيكل. احنا اتفقنا انه هدول سيميلر انه هدول ايش الشغلة المشتركة بيناتهم هدول وسائل المواصلات صح ترانسبورتيشن. لكن هل هدول انه بنقدر نعتبرهم انه سيميلر مع بعض انه الكار والجازولين؟ لا في علاقة يعني تانية بيناتهم اللي هي ايش انه الجازولين ريليتد للكار. ايش هي العلاقة بين الجازولين والكار؟ يا شباب وقود يعني للسيارة الجازولين يعني وقود ماشي لكن شو علاقة يعني شو العلاقة بيناتهم يعني؟ مرتبطين في بعض اعتمادية مش زي اعتمادية يعني اشي بيعتمد على اشي يعني ممكن انت تحكي انه الكار يوز هاي انه هذا السنس بيستخدم هذا السنس انه جازولين او الغاز او ممكن تقول انه كونسيوم سيارة بتستهلك وقود او ممكن تيجي تحكي برضو كذلك انه مصطلح ثالث اللي هو بيرن تحرق الغاز اوكي. فبالتالي هذه مش علاقة similarity لكن علاقة relatedness انه شو العلاقة بيناتهم انه حنشوف الان بعض العلاقات انه زي مثلا علاقة is a يعني الكات is an animal زي هيك يعني بهذا الشكل. طيب نيجي الان لموضوع السيمانتيك فيلد. الوردز اللي بتعمل كفر لبارتيكولار سيمانتيك دومين احنا هنا بنركز على الدومين تمام وبتعمل بير لستركتشر ريليشن مع بعض هدول احنا ممكن نعتبره انه هذا عباره عن سيمانتيك. زي ايش ممكن نعتبر انه الهوسبيتال عباره عن سيمانتيك
برضو ممكن كذلك نعتبره concept. ليش؟ لأنه الدومين تبع الهوسبيتال أو السيمانتك تبع الهوسبيتال بيحتوي على كل الـ items المفردات، أيوة بالضبط هذه الكلمة اللي أنا كنت بدور عليها، بيحتوي على كل المفردات اللي إلها علاقة بالهوسبيتال. زي إيش مثلا؟ زي الجراح، زي المشرط، زي الممرض، زي المخدر، الهوسبيتال، هذا كله في كل نفس دومين الهوسبيتال، هذا بيمثل سيمانتيك. أوكي، إيش كمان؟ عندي دومين تاني ريستورانت. إيش المصطلحات اللي بتكون ريليتد للريستورانت؟ فبالتالي إنه في علاقة بين الويتر والمنيو، إنه هدول الاثنين ريليتد مع بعض. إيش العلاقة اللي بتجمعهم مع بعض؟ إنه هدول الاثنين بيكونوا موجودين في ريستورانت. هاي اللي أنا بدي أصل. فبالتالي الويتر والمنيو والبلات والفود والشيف، كل هاي الشغلات إنه موجودة في دومين الريستورانت. والهاوسز، ايش الشغلات اللي بتكون موجوده في الهاوسز؟ دور والروف والكيتشن والفاميلي والبيد وكل هاي الاشياء، يعني بتكون ريليتد لبعض. تمام. الان في الريليشن هذه السيمانتيك بدنا نقسمها لسوبر اوردينيت، سوبر اوردينيت وسب اوردينيت. السب اوردينيت تمام انه هي عباره عن شغله فرعيه، يعني بنقدر نقول انه الكار از ا سب اوردينيت اوف فيكل. هذا كونسبت اعلى من الكونسبت تبع يعني الكار. الفيكل يعني مركبه، يعني فعليا انه هذه الكلمه شو بتعني؟ مركبه. ايش ممكن يكون في عندي مركبات، يعني شغلات انه انت بتركبها؟ الشاحنه مركبه ولا مش مركبه؟ فبالتالي التراك از ا فيكل والكار is a vehicle and so on. فبالتالي ممكن نعتبر انه الفيكل هي عبارة عن سوبر اوردينيت والكار هي سب اوردينيت. كذلك المانجو هي عبارة عن سب اوردينيت من كونسبت اعلى اللي هو الفروت. فبالتالي ببساطة شديدة جدا انه انت عندك هذه كلها عبارة عن سوبر اوردينيت، فيكل، فروت، فرنيتشر، وهذه عبارة عن instances لا subordinate منها. إنه أنا عندك الكار subordinate من الفيكل، المانجو من الفروت، والتشير من الفرنيتشر من الأثاث. أوكي تمام تمام طيب هدول إيش هدول؟ نقدر ان احنا نقسمهم. هذول عبارة عن شغلات يعني ممكن ان احنا نحطها مع بعض زي هيك، يعني هذول كلهم في كونسبت واحد اسمه هاوس. تمام، لانه في الهاوس ممكن يكون في عندي حيوانات أليفة، اكيد في عندك مواعين انه انت بتستخدمها، اكيد في اثاث، اكيد انه انت بتزرع ورود، واكيد ممكن يكون في عندك سيارة. اوكي، نيجي للسوبر اوردينيت، انه احنا بنقسم لبيزك ليفل. تمام، وهذا البيزك ليفل بنفرع منه مستوى ثاني وهكذا. فبالتالي يعني احنا لايش بدنا نصل؟ الوردنيت بدك تتخيله زي هيك، انه انت عندك الكونسبت الاساسي. تمام، هو هيك موضوع فعليا بهذا الشكل، انه زي هيك. فالفرنيتشر هي السوبر اوردينيت. ايش في انت عندك في الفرنيتشر؟ في عندك كراسي، في عندك دوار، في عندك طاولات. في الطاولات ايش في عندك؟ في عندك اند تيبل، في عندك كوفي تيبل، الطاوله اللي بتكون زي الموجوده في البار، انه انت يعني بس مجرد انه انت بتشرب، يعني تقعد عليه على السريع عشان تشرب قهوة. اللامب ايش في انت عندك انواع؟ انه انت عندك هذا عبارة عن المصباح الكشاف،
وهذا عبارة عن اللمبة اللي بتكون موجودة أنت عندك في الديسك على المكتب، تمام؟ والكراسي، إيش في عندك أنواع كراسي؟ في عندك كرسي للمكتب، للمكتب، وفي عندك كرسي مخصوص للبيانو، تمام؟ وفي عندك كرسي للروكينج زي هيك. فبالتالي إنه هذا البيسك ليفل وهذا السب أوردينيت. تمام؟ هذا بيحكي عن التقسيمة، يعني إنه كيف إنه الخصائص تبعتها. البيزك البيزك ليفل يعني إنه هي شغلات بتحكي على distinctive actions، تمام؟ والشغلات اللي أنت بتتعلمها في بداية حياتك، وبالتالي إنه أنت أول شغلة إنه أنت بتسميها. الشغلات الثانية إنه أنت بتيجي إنه يعني فيما بعد وبتستخدمها، يعني إنه most frequently يعني فيما بعد. طيب نيجي ل يعني مفهوم جديد أو مختلف خالص، اللي هو ال connotation. ال connotation إنه الكلمة نفسها بتحتوي على affective meaning، وهذا المصطلح انت حتلاقيه في NLP برضو كتير انه مستخدم. فانا سجل عندك هذا المصطلح اللي هو affective lexicon، برضو موجود حتلاقيه لو بدك تدور على resource معينة، او موجود بالعربي كمان. ايش بيحتوي؟ بيحتوي ان الليكسيكون هذا على قائمه من الكلمات انه ممكن تكون انه تحتوي على بوزيتيف كونوتيشن او نيجاتيف كونوتيشن، تمام؟ فانه زي مثلا كلمه هابي وساد، او مثلا انه مش بالضروره انه تكون يعني كونوتيشن، ممكن تحتوي على ايفالويشن، انه مثلا زي جريت لاف، انه هنا انه شغلات نيجاتيف زي تيربل وهيت، يعني بغض النظر انه شو بيحتوي. يعني ممكن انت تعتبره انه emotion lexicon او effective emotion lexicon، تمام؟ او ممكن انه يعني عشان يعبر قديش انه والله هذه ال emotions انه يعني انه positive او negative، او ممكن يكون شغلات تانية متعلقة مثلا انه subjective objective، يعني شغلة زي هيك يعني. فبالتالي بتلاقي انه الليكسيكون هذا على ايش بيحتوي؟ على two entries، الword بالاضافة ل affective score. اوكي طيب نيجي نلمل هذا الموضوع كله. احنا لغاية الان ايش تعلمنا؟ راجع معايا، حكينا انه الكونسبت او الورد سنسز هي بتحتوي على كومبلكس ماني تو ماني اسوسيشن مع كلمات اخرى، وممكن انه هي تحتوي على عدة معاني، تمام؟ انه الكونسبت هي معاني الكلمات، ومعاني الكلمات انه زي ما حكينا لها دلالة. هل جيت الكونسبتس هاي في علاقات بيناتها؟ ايش هي العلاقات؟ علاقة السينونومي، علاقة الانتونومي، علاقة السيميلاريتي، الريليتدنس، السوبر اوردينيت والسب اوردينيت والكونوتيشن زي ما شفنا اخر اشي، تمام؟ هذه ملخصا انه هذه عبارة عن مرادفات، وهذه عبارة عن اضداد الكلمات، وهنا similarity انه علاقة التشابه، وهنا انه علاقة انه علاقة بين two senses، تمام؟
وهذه العلاقة ممكن إن إحنا نرتبها بهيراكي إنه سوبر أوردينيت وسب سب أوردينيت، والكونتينيشن اللي هي حكينا إنه الأفكتيف أو الأفكتيف مينينج. اوكي، في حدا عنده سؤال so far؟ يا شباب معك دكتور، في حدا عنده سؤال استفسار؟ everything is all right؟ يبدو مش everything. لا تمام، ما دام ما حدش حكى بقول خلاص الامور تمام. انا يعني كل شوي بناديكم يعني بتاكد ان انتم صحيين يعني معايا، انا مش بشرح لوحدي قاعد يعني. اوكي طيب، طيب هاي الشغلات أنا بدي أحاول إنه أمشي عليها بشكل سريع جدا، لأنه إلها علاقة بالفلسفة بالفلسفة اللغوية. يعني كيف بدنا نعرف الكونسبت؟ كيف بدنا نقول إنه هذا عبارة عن كونسبت؟ إيش بدنا نسوي؟ بدنا نحط له شغلتين: necessary، ضرورات، sufficient، conditions، شروط كفاية وشروط شروط ضرورية وشروط كفاية. تمام؟ necessary condition يعني على سبيل المثال إنه if not C then not X، زي هيك. يعني زي كيف انه having foresight is necessary to be square. اي حاجه ملهاش اربع اوجه خلاص هذه مش square. اي حاجه ملهاش يعني زي هيك، اي حاجه ملهاش ايد يبقى خلاص مش فنجان. الفنجان ايش الشغله اللي بتميزه؟ انه هو يعني له ايد، جدلا يعني بغض النظر عن فناجين القهوه الساده يعني ما تدقوش عليها كتير يعني. اوكي يعني بس انه كونديشن يعني زي هيك. تمام، الان sufficient condition انه احنا بنيجي انه اذا حقق something من الكونديشنز هذه اللي sufficient conditions، فبالتالي انه احنا خلاص بنقدر نعتبره انه هذا concept او meaning لword معينة. طبعا هذه عبارة عن theory للconcept يعني شغلة فلسفية في 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 اللغويات. تمام، انه x is a closed figure each side is a straight x exactly has four sides، فبالتالي انه هنا هذه كلها الشروط تبعت الكفاية، بحيث انه انا اعتبر انه هذا على سبيل المثال انه square ولا لا. طيب نيجي نطبق هذا الكلام بشغلة عملية. طبعا هذه انا بحكي لك انه الفيتشرز عشان انه نقدر يعني نقدر نعتبر انه شغلة انه هي عبارة عن معنى ولا لا. يعني كيف احدد انه والله هذه سيارة ايش ايش الفيتشرز تبعت السيارة؟ لازم يكون في لها اربع عجال، لازم انه تكون يعني شكلها بشكل معين، انه شكلها يعني انه شغلة قريبة من هيك مثلا. مش كتير انا شاطر في الرسم يعني، بس انه يعني شغلة انه قريبة من هيك. اوكي طيب لقيت شغلة بتلت عجال، نعتبرها سيارة ولا منفعش اقول عليها سيارة؟ هاي الفكرة. لقيت شغلة انه لا مكشوفة من فوق، يعني هل نقدر نعتبرها انه هي سيارة ولا مش سيارة؟ اوكي هاي المقصد في الموضوع. هنا المثال الموجود عندنا هنا اللي هو متعلق بالكاب ولا
باول. وعاء ولا طاسة أو بعرفش إيش ممكن أنت تسميها، أو كب، يعني أشكال زي هيك. هذا لا شك إنه هو كب. طب هذا وهذا مقاسات مختلفة، تمام؟ هنا بيزداد في العرض بتلاحظ، هنا إيش بيزداد؟ بيزداد في الطول، شغلات زي هيك. طب هذا نعتبره كأس، يعني نعتبره يعني كب ولا مش كب؟ تمام. في شغلة تانية انه احنا بدنا ناخد انه الكونتكست. والله بقرر انه هذه عبارة عن كب ولا لا حسب اللي فيها. اذا كان والله فيها شاي وقهوة وشغلات زي هيك بعتبرها كب، والله كان فيها شوربة بعتبرها وعاء. يعني هاي المقصود بالكونتكست، يعني زي هيك. فبالتالي انه ممكن انه احنا يعني نرسم دايجرام زي هيك ب two features. هذه features اللي هو relative diameter تمام مع percentage. لغاية هنا احنا بنتفق انه كب. طب هيك معقول كب ولا هيك ولا هيك؟ ممكن يجي يقول لك انه الصينيين بيشربوا فيه كب واسع زي هيك. فبالتالي ندخل في الموضوع انه حسب الكونتكست اللي موجود هنا. لكن انه الاشكال هذه زي ما انت شايف حسب التو فيتشرز هذول، هذه without context، انه يعني هاي الكابس زي هيك تمام، وهي الباول زي هيك، بتلاقي انه هم بنطقوا في نقطة معينة انه في عليها خلاف انه هذه ممكن نعتبرها كاب او باول. اوكي، هنا احنا دخلنا الكونتكست، هاي انا بدون without context، هنا دخل الكونتكست. فبتلاحظ انه في الكونتكست انه صار في يعني انه اختلف شكل الدياجرام اللي بيحدد انه هي كب ولا مش كب. اوكي، هنا شو تعريف الكب؟ ايش الفيتشرز تبعته؟ with one handle، اي شغله فيها two handle لا مش كب، تمام؟ made of opaque various material، انه شغلات اوبك يعني شغلات زجاجية او خزفية مختلفة، يعني ممكن تكون يعني زي هيك. ويتم استخدامه لاستهلاك الconsumption للفوت، عشان تشرب فيه الشاي وعشان تشرب فيه القهوة الى اخره من هاي الفيتشرز، تمام؟ هاي الشغلات انه احنا بدناش ندخل فيها بشكل كتير، تمام؟ لكن ما يهمنا انه انت بدك تعرف انه هدول الشغلات يعني related لبعض، انه يعني انه الشغلة هذه في علم اللغة يعني شغلة فيها نظريات وفيها شغلات زي هيك، احنا مش حنخوض فيها بشكل كبير، بس انه انا خليتك انه انت تتخيل كيف انه انت ممكن انه انت يعني تعمل فيتشر لكونسبت معين وتحدد انه تحط له شروط، واذا يعني اذا اوبجكت معين طابق الشروط بتعتبره انه ضمن الكونسبت، واذا خالف الشروط انه بتعتبره خارج الكونسبت. بتضلها هذه نظريات يعني بحطوها علماء اللغه. نيجي الان للموضوع، احنا ليش بناخذ هذا الكلام كله؟ انه بدنا شيء عملي. هذا اللي احنا تعلمناه كله، ايش العلاقات بيساعدني في تحليل اللغة، هذا أساس نظري بيساعدك في فهم أنه أنت كيف بدك تعمل تحليل اللغة. إحنا بدنا نيجي لشغلنا اللي إحنا بنعرفه، إحنا بدنا موديل. بدنا موديل إيش يعمل؟ يركز على السيميلاريتي بين الكلمات. ليش؟ لأنه إذا أنت قدرت أنه والله هذه الوورد أنه سيميلر لهذه الوورد، تعمل لينك بيناتهم خلاص، يعني بتقدر أنه أنت لو كانت أنه المعلومة هذه معلومة ريليتد لهذه المعلومة، أنه أنت تسترجعها. لو أنت بتشتغل نظام IR، لو أنت بتشتغل أنه نظام يعني أنه كسيرش انجن، يعني أنه أنت بتبحث أنه هذه المعلومة ريليتد لهذه المعلومة، فبالتالي أنه أنت بتقدر أنه أنت تعملها. الآن في السبيش ريكوجنيشن، في الـ ACR Automatic Speech Recognition، انه والله الكلمة هذه انه related للكلمة هذه او انه في نفس السياق، بيساعدك انه انت تحسن probability انه تعمل prediction لهذه الكلمة في الموديل تبعك، فبتحسن الدقة تبعته، تمام؟ فبدي يكون في عندي تمثيل للكلمات. فكيف بدي امثلها؟ بدي امثلها في space. السبيس هذا انا عندي هيو x و y زي ما انت شايف، تمام؟ في x axis وال y axis،
وأمثل الكلمات هدول في سبيس، فبالتالي إنه الكلمات اللي بتشبه بعض يفترض إنه تكون جنب بعض. فهي السيميلاريتي اللي احنا بنحكي كنا بنحكي عليها، يعني موضوع الليكسيكون انه انت تقعد تعمل كل الكلمات هذه تروح تسردها انه كلمه كذا وكلمه كذا، انه هذول قراب من بعض، كلمه كذا وكلمه كذا قراب من بعض، هذا اسلوب مش عملي، بيحتاج لهيومن انوتيتورز بشكل كتير كبير ومكلفه جدا انه انت تعملها. لا، احنا بدنا ايش؟ مودلز. بنركز على المودلز، لازم يكون عندك القدره انه انت تعمل موديل يعمل هاي الشغله. الموديل ايش وظيفته؟ بروح بعمل سبيس، والسبيس هذا بحط الكلمات اللي بتشبه بعض مع بعض. not good, dislike, bad, worst هدول انه شغلات related مع بعض بحطهم جنب بعض في السبيس. تمام؟ هدول ايش بيمثلوا؟ to buy that now. مين يحكي لي؟ stop words بالضبط. هذه شغلة انه بتمثل الكونسبت تبع البات. تمام؟ هنا هذا الكونسبت تبع الجود بهذا الشكل. very good, amazing, terrific, incredibly good, fantastic, wonderful. هذول شغلات انه بتمثل انه هاد الكونسبت. اوكي. طيب كيف ممكن نعمل انه الوورد انه تكون عبارة عن فيكتور في هذا السبيس؟ هذا السبيس انا عندي زي هيك انه فبده يكون فيه انا عندي فيكتور بيمثل الوورد هاي وفيكتور تاني، هاي وورد واحد وهنا وورد اثنين. اوكي، فكيف ممكن نحن نعمل الشغلة هذه؟ ممكن نعمل الشغلة هذه من خلال شغلة احنا بنسميها embedding. تمام؟ embedding يعني ايش معنى؟ انه احنا بنضمن الوورد ضمن السبيس ببساطة شديدة. ليش بيسموه word embedding؟ لانه ببساطة بنضمن الكلمة جوات السبيس، بنحطها جوات السبيس يعني. تمام؟ وهي standard way to represent meaning in NLP. احنا بدينا نصل للجد الان، احنا ايش بهمنا في هذه القصة كلها؟ انا بدي احنا حكينا سابقا في اول محاضرة، تمام، انه ايش الـ NLP؟ حكينا Natural Language Understanding و Natural Language Generation. انا بدي الـ Understanding، كيف بدي افهم كيف بدي يكون في عندي Understanding بدون ما يكون في عندي شغلة او موديل بمثل الـ Meaning في الـ NLP؟ كيف بدي اخلي الكمبيوتر يفهم بدون ما يكون في عندي يعني موديل بقدر انه انا من خلاله افهم المينينج تبع الكلمات، انه هذه يعني لها علاقه مع هذه. فبالتالي هي يعني شغله موجوده انه كاستيت اوف ذا ارت، يعني احدث ما توصل اليه العلم في تمثيل الكلمات او تمثيل انه انت تعمل امبيدنج للكلمات في سبيس بحيث انه انت تقدر تعمل ريبريزنت للمينينج تبعها في تطبيقات الان ار بي. تمام؟ اوكي، ايش التطبيقات اللي ممكن تستخدمها؟ questioning answering زي ما انا ذكرت لك، conversational agent الى اخره. فبالتالي انه بتقدر انه انت تعرف المينينج تبع الكلمات، انه انت بتسال عن شغله والشغله هذه ريليتد لشغله تانية. يعني ممكن انه شخصين يسالوا شغلتين باستخدام مرادفات مختلفة وهم عبارة عن نفس السؤال في النهاية، فلازم انه الكمبيوتر يقدر انه يعرف هاي الشغلة زي هيك. تمام؟ يبقى الـ fine grain model، تمام؟ للميننج للسيميلاريتي ممكن استخدامه في تاسك عديدة زي الـ sentiment analysis. تمام؟ يبقى في السنتمنت اناليسس لازم يفهم في المعنى، لو بده يتعامل مع كلمات صماء، انت لما تيجي تقول not good هذه لازم يفهم انه هي نيجاتيف، مش لانه كلمه good انذكرت يبقى خلاص بوزيتيف، وهذه انا بدي اعتبرها عباره عن ستوب وورد وراح تنشال من عندي. لا، هذا كلام خاطئ ما بينفع بالمرة، لازم يكون في عندي موديل يقدر انه يعرف السنس او الكونسبت تبع هذه not good انه ايش شغلة انه نيجاتيف، انه المينينج تبعها انه نيجاتيف. اوكي، طيب نيجي الان، في عندي نوعين من الامبيدنجز. النوع الاول انا متأكد انه هو مر عليك TF IDF،
وهو انه it's common baseline model في الامبيدنج. برضو TF IDF بتسمى embedding. تمام؟ وهنا بيكون انا عندي sparse vectors. شو معنات هذا الكلام؟ شو معنات sparse vector؟ sparse يا جماعة. الو معك يا دكتور بس مش عارف فين. معك اوكي طيب معك دكتور معك طيب. دكتور بس في إمكانية تقبل على أساس بدي أشبك من الجوال بس لأنه بده خلص شحن اللابتوب. طب يلا ثواني احنا هنا go ahead. بس انا بعتقد انه اذا انت يعني اذا نفس الحساب ما فيش داعي انه انا اقبلك بس خلينا نشوف. يلا ادخل. أنا بعتقد إنه مش راح يكون في عندك مشكلة. تمام؟ بقول أفصل منين وش بدي عادة دكتور؟ إذا أنا قبلتك مرة في الميتينج وطلعت ورجعت تاني فيش داعي إني أقبلك كمان مرة. خلاص تمام. أوكي. طيب. السبارس. السبارس بيكون إنه بيتم تمثيلها إنه يعني عشان هيك انه هذه السلايد انه فاضيه اللي هي ال كو اكورنس ماتريكس. يعني عاده لما يكون في عندي كوربس عفوا لما يكون في عندي كوربس بيكون انه بعمل ماتريكس زي هيك. تمام. وهنا انا عندي دي واحد دي اثنين دي ثلاثة. and so on. وهنا word واحد word اثنين word ثلاثة. تمام. هجيت انه باجي بحكي انه document واحد انه هذه بورد واحد انذكرت فيه ثلاث مرات. تمام. بورد اثنين ولا مرة. هذه مرة واحدة. هذه مرتين. هذه زيرو. تمام. فبالتالي انت بدك تبني هنا هذه بدها تكون انه حسب كل الكلمات اللي انذكرت انت عندك في الكوربوس. تمام. فبالتالي انت حتلاقي حتوجد انت عندك هنا a lot of zeros هنا كتير. وهنا document 2 حتلاقي انت عندك 0000000. هنا معنى ذلك انه انت عندك افترض انه انت عندك corpus فيها مثلا 50 document. ال 50 document هدول كل الكلمات اللي موجودة فيها يعني افترض انه هم مثلا على سبيل المثال 1000 كلمة. في الدوكيمنت الأول مذكور بس 300 من الألف. الدوكيمنت الثاني 250. فبالتالي أنت حتكون عندك هنا هذا إنه من وورد واحد لغاية وورد 1000. تمام. و و و و الدوكيمنت الأول أكم قيمة في الزيرو راح تكون موجودة؟ لنفترض إنه 300 يعني في الدوكيمنت الأول فيه 300 حيكون أكم زيرو عندك؟ 700 زيرو. والدوكيمنت الثاني اللي فيه 250 حيكون 750 وهكذا. فبالتالي انت عندك السبارس هي عباره عن a lot of zeros. هي عباره عن ماتريكس بتحتوي على العديد من الاصفار. طبعا الاصفار انا عندي بتسبب مشكله كبيره جدا لو انا بدي اعمل عليها عمليات انه في حاصل ضرب انه بتصفر لي كل الدنيا.
فهذه فيها مشكلة. يعني حنشوف الآن الأمثلة اللي موجودة عندي. فبالتالي هنا الـ words are represented by simple function اللي هي عبارة عن الـ count للـ word. في أنا عندي النوع الثاني اللي هو الـ word to vec، واللي هو أكثر شيوع عن استخدامه الآن وأكثر نجاعة من TF IDF، لأنه هذا المشاكل تبعته عدنا حنحكي عليها الآن، إنه تعتبر high dimensional with sparse، إنه مشكلتين أساسيتين. تمام، إنه هنا أنا عندي dense vector والrepresentation بتم إنه تمثيله من خلال التريننج. هذا بس إنه يعني إنه الموديل هذا بتم تمثيله بس إنه أنا أعمل count، ما بحتاج تريننج. أما هذا محتاج إنه نعمل يعني تريننج باستخدام machine learning classifier. هنشوف كيف. تمام؟ طيب نأخذ مثال term document matrix. المثال هذا أنا عندي أربع document. document الأول عنوانه as you like it، والعنوان الثاني a 12th night، والدوكيمنت الثالث جولوس سيزر، والدوكيمنت الرابع اللي هو هنري فايف على ما أعتقد. تمام، هذه اللاتيني أعتقد أنه هي فايف إذا أنا مش غلطان. أوكي، وهنا فينا عندي كلمات كثيرة، بس هنا أنه أظهر أربع كلمات اللي هو باتل، سولجر، فول، كلاون. أوكي، هذول الدوكيمنتس إيش بتفهم من هذول الدوكيمنتس؟ هنري الخامس ويوليوس قيصر، إيش هذول؟ مين هذول؟ عبارة عن جملة ممكن تكون دكتور و... لا لا لا، هذا عنوان دوكيمنت، هذا دوكيمنت كله بالكامل، يعني هذا دوكيمنت كله بالكامل، عنوانه يوليوس قيصر، يوليوس قيصر وهنري الخامس. شو بتفهم من طبيعة الدوكيمنت؟ روايات يونانية ممكن، أو حاجة زي روايات يونانية، أو إنه مثلا شغلات متعلقة بمحاربين قدامى. تمام؟ بينما هذول الاثنين، هذول التو دوكيمنتس، إيش بتفهم من طبيعة النص؟ هنا 12 ليلة وهنا زي ما تحب. يعني لما تلاقي دوكيمنت انه عنوانه زي ما تحب، يعني شو ممكن يكون؟ شغلة كوميدية يعني نوعا ما. يعني عشان هيك انت بتلاقي انه الكلمات المختارة هنا باتل، سولجر، فول وكلاون، مختارة بعناية. يعني فول وكلاون هذه شغلات انه متعلقة بالترفيه اكيد بطبيعة الحال. تمام، وهذه الباتل وسولجر شغلات متعلقة بالحروب والجنود اللي هي حتكون مرتبطة بهذول الدوكيمنت. انت الان لو اطلعت انه الباتل والسولجر انه مش مذكورة في هذول التو دوكيمنت اللي هم يعني طبيعتها ترفيهية الا بس مرة واحدة. تمام، وهنا مرتين سولجر انه مذكورة مرتين، بينما تم ذكرها في يوليوس قيصر 8 مرات وهنا 15 مرة. أوكي؟ 15 مرة. وهذه باتل وسولجر هنا 12 و36. لكن هنا تطلع على العكس، إيش بتلاقي؟ إنه كلمة فول وكلاون مهرج مذكورة 37 و5 مرات وهنا 58 و117، بينما هنا بالكاد ذكرت، يعني ذكرت مرة واحدة وهنا 5 مرات وهنا 00، لم تذكر على الإطلاق. لو نيجي إنه إحنا نوضح هذا الكلام زي هيك وأحوط لك إياهم، هتلاقي أنت عندك بهذا الشكل، إنه أنت عندك هنا في عندك high frequency وهنا في عندك high frequency، لأنه أنا حكيت لك إنه هذا الموديل ما بيحتاج training، شو بس إحنا بنعمل count للكلمات. تمام؟ فبالتالي الكاونت هنا هل بيدل على نوع الدوكيمنت؟ أكيد بطبيعة الحال، يعني زي ما أنت شايف إنه هنا هدول الدوكيمنت اللي فريكونسي عالية فيهم فيها باتل وسولجر، فبالتالي عرفت شو طبيعة الدوكيمنت، إنه هدول إنه محاربين
بيحاربوا من أجل مملكتهم وزي هيك يعني. وهنا أنا عندي فول وكلاون، هدول بتعبر عن التو دوكيمنتس، هدول اللي أصلا طبيعتهم إنه عبارة عن شغلات كوميدية أو ترفيهية يعني بهذا الشكل. أوكي طيب، الآن نيجي نعمل الدوكيمنتس هدول as the vectors. فبالتالي أنا بدي أروح أختار two dimension، الدايمنشن الأول اللي هي كلمة فول والدايمنشن الثاني كلمة باتل. أوكي فبالتالي كل دوكيمنت هنا إنه إيش معنات 1 و7؟ يوليوس قيصر، إيش 1 و7 تعني؟ يعني باتل ذكرت مرة واحدة وفول ذكرت لا هو العكس، هذا الإكس عفوا، هذا الإكس وهذا الواي وهذا الإكس وهذا الواي. أوكي فبالتالي الفول ذكرت مرة واحدة و والباتل ذكرت 7 مرات. تمام، هنا أنا عندي هنري الخامس أو الرابع، أنا عندي كلمة فول ذكرت 4 مرات وكلمة باتل 13 مرة. فبالتالي بناء على هذه الكلمات إنه أنا ممكن أعملها بالإحداثيات الكارتيزية زي هيك، فبالتالي إنه بلاقي إنه الفيكتورز تبعت الدوكيمنت شايف هيهم بيجوا لحالهم جنب بعض، وهدول التنين اللي هو as you like it و12 nights هدول الفيكتورز برضو اجوا جنب بعض. فبالتالي الدوكيمنت فيكتورز بقدر انه انا اعمل كابتشر للميننج من خلال الدوكيمنت فيكتور. والله الشغلات السيميلر هيها لحالها اجت مع بعض في السبيس تبعك، فهي الكونسبت تبع الشغله هاي. تمام وضحت يعني انه الكونسبت ليش انه احنا بدنا نمثلهم من خلال فيكتورز، تمثيلهم من خلال فيكتورز، الفيكتورز اللي جنب بعض يعني تعتبر انه في تشابه في المينينج او المحتوى تبعهم بهذا الشكل. تمام طيب، طبعا هذا عينة من النصوص اللي موجودة. هذه هاي معنات السبارس، بتلاحظ انه انت عندك في الترم كونتكست ماتريكس انه انت عندك هاي التيرم. تمام هذه عبارة عن word to word matrix، يعني احنا اللي رسمناه سابقا ايش رسمناه، انت عندك هنا word document matrix، هاي document وهنا words، لكن هنا ايش بده يرسم matrix تانية ايش اسمها، اسمها term to term matrix او word to word ماتريكس، او لها اسم ثاني تيرم كونتكست ماتريكس. ايش معنى هذا الكلام؟ هتلاقي انت عندك هنا كل الكلمات وهنا برضه كل الكلمات. ايش معنى هذا الكلام؟ انه انا عندي هنا انه كل كلمه، على سبيل المثال هذه الكلمه الاولى، اذا الكلمه هذه موجوده انا عندي في السياق قبليها مثلا بكلمتين او بعديها بكلمتين بدي احط 1، اذا مش موجوده بحط 0. تمام يعني هذه الكلمه موجوده انا عندي قبل، يعني هنا باجي بقرا النص كله بالكامل زي هيك، موجوده هذه الكلمه لا مش موجوده، فبالتالي 0. كمبيوتر لا مش موجوده، ديتا لا مش موجوده. تمام بنت بنش هايها موجوده، هايها موجوده. تمام result مش موجودة، sugar موجودة، وين هاي. اوكي فبالتالي بحط عليها وحايد زي هيك. فبالتالي من خلال هذه الشغلة انه انا بقدر اقول انه والله الكلمة هذه والكلمة هذول والكلمة هذه انه بتتكرر في السياق مع بعض، مدام انا قدرت انه انا امثلها بفيكتور بقدر انه انا هاي اللي بدي اصله، بدي اعمل فيكتور لكل كلمة واعمل representation للفيكتور، يفترض الكلمات اللي بتشبه بعض وين تيجي، هاي شايف. لو اخترنا انا عندي هنا انه data و result هدول برضو كلمتين two terms، وهنا تم تمثيل انه digital و information انه بلاقي انه هي جايات انه قراب من بعض. طبعا كيف بدي اقيس انه هدول انه التو فيكتورز قراب من بعض؟ ببساطه شديده بقيس الزاويه اللي هنا.
كيف بقيس الزاوية؟ الزاوية مش راضي ترتسم، الزاوية هذه الزاوية، كيف بنقيس الزاوية؟ بالكوساين ببساطة. لو رجعنا لللينير الجبرا تمام، بقدر ان انا اجيب الدوت برودكت بين التو فيكتورز تمام، واحسب الكوساين بيناتهم تمام، اللي هو عبارة عن قديش انه الزاوية بينات التو فيكتورز هذول. فبالتالي بنقدر نحصل على ميجور في السيميلاريتي، وهذه مستخدمة على نطاق واسع حتشوفها الآن. يعني عادي أنا حورجيك في المحاضرة اللي بعديها إن شاء الله، في عندك مكتبة كتير قوية جدا اسمها جينسيم، بتقدر إنه تحسب السيميلاريتي بين التيرمز وبين الدوكيومنتس بدون الوورد نت، بس مجرد إنه أنت تعمل تريننج. كيف التريننج تم؟ بالطريقة هذه، هو لحاله بروح بعمل ببني term context matrix وبشوف انه والله الكلمات هذه بتيجي مع بعض في نفس السياق، معنى ذلك انه هم related مع بعض تمام. لاحظ انه الكلمات مثلا انه وعقد مجلس الشعب اليوم جلسته الاولى كذا كذا كذا، بتلاحظ كلمة مجلس بتيجي مع كلمة الشعب يعني باستمرار زي هيك، مجلس النواب، رئيس الوزراء، شغلات زي هيك. فبالتالي هدول الكلمات انه related لبعض يعني نوعا ما. اوكي قلنا بس انه كيف بقيس الكوساين تبعت هون، هاي اجا حسب في الاخير طلعت الحسبة. اوكي لو قسنا لشغلة تانية، لو دخلنا الفيكتور تبع هاي الكلمة ابريكوت وانفورميشن وديجيتال، لقينا انه الزاوية هاي صغيرة بالمقارنة بالزاوية هاي اللي هي بين انفورميشن وابريكوت. فبالتالي السيميلاريتي بين هدول الاثنين انه مش كتير كبيرة. ليش؟ لانه الزاوية بيناتهم as a vectors انه كبيرة. طيب يبقى الكونسبت اللي احنا بنحاول ان احنا نوصله، انه احنا بدنا انه موديل يعمل كابتشر للميننج عشان نستخدمه في تطبيقات الـ NLP، والموديل هذا انه احنا نعمل embedding للwords في space معين ونمثلها بفيكتورز. مثلناها بفيكتورز، الفيكتورز اللي بتيجي جنب بعض بتكون related لبعض، واللي بتكون بعاد عن بعض بتكون ما بتشبه بعض. طب كيف بدي اقيس انه قراب ولا بعاد عن بعض؟ من خلال الكوساين ببساطة شديدة جدا جدا. يعني زبدة الأمر كمان مرة برجع بأكد عليك إنه إنه إحنا بنعمل embedding للwords في space، والspace هذا نقدر من خلاله نمثل الكلمات عن طريق vectors، والvectors هذه بنقدر إنه إحنا نشوف قديش مقدار relatedness بيناتها من خلال قياس الكوساين بين هدول الفيكتور، إنه إحنا نقيس الزاوية نقدر نحدد انه هدول قراب او بعاد عن بعض. اوكي طيب بدي ارجعك للنقطة هاي. النقطة هاي ايش حكينا فيها؟ انه الترم فريكوانسي انفرس دوكيمنت فريكوانسي، انه ببساطة انه احنا اول مرحلة انه احنا بس بنعمل كاونت للكلمات، لكن هنا بده يوصل لي نقطة انه الكاونت هذا هذا الكاونت يعتبر انه الرو فريكوانسي يعتبر باد ريبريزنتيشن. يعني على سبيل المثال انه اوكي الشوجر ابيرز العديد، يعني بتظهر على العديد من المرات مع الابريكوت مع هذه الفاكهه مثلا، وهذه تعتبر انه معلومه مفيده جدا، لكن في كلمات لها فريكوانسي عالي يعني بطبيعتها زي كلمه ده ات or تمام. هذه الكلمات مش انفورماتيف، وفي نفس الوقت انه ما بتعطيني اي معلومات عن الكونتكست تمام، مش انفورماتيف يعني بخصوص الكونتكست، وفي نفس الوقت انه الفريكوانسي تبعها عالي، فبالتالي بتسبب لي مشكله في الامر. يعني فعشان هيك انه انا بدي ادخل حاجه اسمها
الـ inverse decrement frequency. تمام؟ بيبقى term frequency بدي أخليه زي ما هو وبدي أدخل الـ inverse decrement frequency. تمام؟ والـ term frequency بدنا ندخل في الـ log transformation لأنه في بعض الـ يعني الـ terms إنه الـ frequency تبعها بزيرو فعشان ما يسببش أنا عندي أي مشكلة بهذا الموضوع دخلت الـ log. طيب الكلمات اللي فريكوانسي تبعها عالي زي الستوب ووردز الانفرس ديكيومنت فريكوانسي هو اللي بعملها نورماليزيشن. ليش؟ لانه ايش الدوكيومنت فريكوانسي هو عبارة عن تكرار الكلمات اللي بتحتوي على هذه الكلمة عفوا تكرار عدد الدوكيومنتس اللي بتحتوي على هذه الكلمة العدد الدوكيومنتس اللي بتحتوي على كلمة sugar اعتبر انه انا في عندي 1000 دوكيومنت اعتبر انه عدد الدوكيومنتس اللي بتحتوي على كلمة sugar 300 دوكيومنت اوكي لكن كلمة ذا كم دوكيومنت حسب توقعك 997 الألف يعني تكاد انه انت تقول انه هم الألف اوكي فبالتالي لما انت يكون في عندك الكلمة هذه تكرارها كتير في دوكيومنت عفوا في دوكيومنت معين وفي نفس الوقت موجودة في دوكيومنتس كتيرة فبالتالي انت بتدخل هنا الانفرس دوكيومنت فريكوانسي فبالتالي انه انت بتروح بتضربهم مع بعض فبالتالي تأثير الذا والأور والإت والشغلات هذه بيروح وبيضل انه تأثير الشجر انه الها فريكوانسي عالي هو اللي بيظهر اكتر يعني فهي فكرة الترم فريكوانسي انفرس دوكيومنت فريكوانسي واضح يا شباب؟ واضح فكرة الانفرس دوكيومنت فريكوانسي؟ بعتقد انه مر عليكم سابقا مرت علينا في طيب كملخص للموضوع يبقى بدنا نوزن الكلمات باستخدام TF-IDF تمام ونقارن كلمتين باستخدام الكوساين عشان نوجد انه هدول related ولا لا بهذا الشكل هاي السمري تبع الـ term frequency inverse decrement frequency في انا عندي بديل لـ TF-IDF شو بيستخدم؟ بيستخدم الـ PMI أو الـ Point-Wise Mutual Information إيش الـ Mutual Information؟ أنت لو اطلعت للـ PMI للفورميلا تبعتها إنه هي عبارة عن Probability الـ Probability تبعت الـ X والـ Y مع بعض تخيل الـ Probability تبعت مجلس الشعب مع بعض والـ Probability تبعت مجلس لوحدها والـ Probability تبعت الشعب لوحدها طبعا هنا بدي ادخلها بدي ادخل اللوج فبالتالي يفترض انه البي ام اي تبعت مجلس الشعب تطلع انه عاليه تمام لكن شغلات مستحيل انه هي تيجي مع بعض يعني مثلا زي كلمه مش عارف يعني ايش ممكن كلمات انه يعني نادر حدوثها مع بعض انه ممكن انه تكون انه البي ام اي تبعها انه منخفض فبالتالي هاي الفورميلا تبعتها انه بتدخل فيها probability زي ما انت شايف تمام هذه ال point wise mutual information الان هذه ال PMI او ال point wise mutual information احنا بدنا نجيب ال positive تبعها ليش ال positive تبعها لانه ال PMI الرينج تبعها من minus 1 عفوا من minus infinity ل infinity تمام فبالتالي الـ negative value ممكن تكون بتسبب مشاكل لإلنا فبالتالي إنه إحنا بدنا شو نعمل normalize للقيم السالبة ببساطة بندخل هذه الفانكشن max بين القيمة والصفر فبالتالي إذا كان هذا سالب فبروح بختار إنه max صفر فبالتالي الناتج يا إما بيكون zero فبالتالي بيستبدل كل القيم السالبة بزيرو يا إما قيمة معينة موجبة فبالتالي
هيك بطلع أنا عندي حاجة اسمها ال PPMI. أوكي ال PPMI هاي الكونسبت تبعها. طبعا هنا أنت ممكن تطبقه على ال الترم context matrix، هذه مجموعة من الورس وهذه مجموعة تانية من الورس، وهنا بدك انه انت تقيس ال PMI لها باستخدام انه انت تعد ال frequency او ال probability لها بهذا الشكل. اوكي هذا مثال انه على هاي الشغلة طلع لك النتيجة، النتيجة بين كلمة information و data انه 0.58. اوكي طبعا هذه weighted PMI، يعني انه بدي weight لشغلة معينة. طبعا هنا نفس الفورميلا بس الweight هنا هيو دخل هنا بهذا الشكل. طيب نيجي لأسلوب برضو كذلك متبع ومستخدم بشكل كبير اللي اسمه لابلاس سموثينج او الاد 1. طلع لي على هاي الماتريكس، هاي شايف الاصفار اللي هنا وهنا وهنا زي ايش بدنا نسوي ببساطه؟ حلقيت الاصفار هذه انه كبروبابيليتي بتسبب لي اشكاليه، فايش بروح بسوي؟ بروح بعمل اضافه واحد لكل الفاليوز اللي موجوده في الماتريكس، فبالتالي فعليا انا ما عملت اي تاثير على يعني انه تاثير يعني انه بسبب انحياز معين في القياسات، فبضيف واحد للكل وبالتالي بيصير شكل الماتريكس زي هيك. شايف تمام انه صارت انا عندي القيم انه هنا اد 1 يفترض انه يكون في عندك ماتريكس هنا تمام نفس الماتريكس هذيك، والاصفار بتصير انت عندك وحايد زي هيك تمام، بس مش محطوطه يبدو، مش عارف في مشكله في السلايد. في عندك هنا الاد 2 سموثينج، فبالتالي بضيف 2 للكل، فبتلاحظ الاصفار اللي هنا صارت انه 2 بهذا الشكل وهكذا، فبالتالي انه بضيف لك انه هاي الفاليو هاي مبدا اللابلاس سموثينج او الاد 1 او الاد 2 سموثينج، ممكن تضيفه عندك على الماتريكس على كل الماتريكس وتحسب القياسات تبعتك. اوكي نيجي الان للملخص. تمام احنا فهمنا يعني فكره الامبيدنج ان احنا نضمن الكلمات في سبيس معين عشان نقدر ان احنا نقيس مقدار الريليتدنس تبعتها. ايش فينا عندي امبيدنج سبيس موجود انا عندي التي اف اي دي اف، ممكن نستخدم معاه الكوساين، وفي عندي اسلوب ثاني اللي هو البي ام اي. تمام وحكينا انه التي اف اي دي اف هو سبارس representation والدايمنشناليتي تبعته عالية، والمحاضرة الجاية إن شاء الله رح ناخد الوورد تو فيك إن شاء الله. في الوورد تو فيك حنشوف كيف إنه إحنا ممكن إنه يعني الكونسبت تبعها إنه إحنا نعمل تريننج، وكيف إنه هو ممكن يتعلم الشغلات هذه لوحده بدون ما إنه إحنا لا نحسب فريكونسي ولا نقعد نبني لكسيكون من الصفر. أوكي بس بدي اطلع هنا اذا في شغله معينه. اوكي هاي الوورد فيكتور، خلينا نشرح الوورد امبيدنج هناك وبعديها بنرجع للسلايد هاي، والسلايد اللي بتحكي انه احنا كيف ممكن يكون في عندي تريننج، طرق للتريننج اللي هي من ضمنها الجريدينت ديسنت، فان شاء الله حيكون يوم الاربعاء القادم. في حدا عنده اي اسئله او اي استفسارات؟ يعني بتمنى انه تكون المحاضره اليوم
واضحة بالنسبة لإلكم؟ الله يعافيك. يبدو أنتم يعني استويتوا على الآخر صح؟ لا تمام. الله يعافيك يا رب. واضحة الأمور يا شباب؟ كل الأمور يعني واضحة بالنسبة لكم؟ إن شاء الله تماما. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. هو دكتور يمكن من هلا محاضرتين ثلاثة حتلاقي إن الأمور بالنسبة للشباب كلها تمام، لأنه كلنا تقريبا أخذنا مادة التكست ريتريفر. أوكي ممتاز ممتاز. يعني أخذتوا فيها موضوع الإمبيدينج فيها الوورد تو فيك. تمام أه صحيح. أوكي خلاص. بنمر عليه بشكل سريع أكثر من اليوم بحيث إنه إحنا ناخذ يعني مواضيع أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور اللي ما اخذ الماده تبعت التكست ريتريفل ممكن في مرجع صغير هيك يراجع منه الشغلات هذه ولا بس انه يبحث على المواضيع هذه بشكل؟ الشابتر تبع الكتاب تبع سبيش اند لانجويج بروسيسنج يعني بيشرحها بالتفصيل كتير يعني انه يعني بشكل واضح جدا. يعني هو زي ما حكيت لك انه من افضل الكتب وهي السلايد تبعته موجوده، وبعتقد انه شرح اليوم يعني ادى الكونسبت او الزبده في الموضوع. الزبده في الموضوع ببساطه شديده جدا انه بدك تضمن الكلمات في سبيس، والكلمات هذه بنمثلها بفيكتور، وتمثلت في فيكتور خلاص بقدر احسب المسافه بيناتها او الكوساي او الزاويه بيناتها عشان احدد قديش انه هي ريليتد لبعض، وهذا بيؤدي الغرض احنا عندنا. فالآن الطريقة الأولى في يعني تمثيل السبيس أخذنا اللي هو TF-IDF وشفنا إيش المشاكل تبعته. حنرجع المحاضرة الجاية نأكد على المشاكل تبعته وناخد الأسلوب الثاني اللي هو الـ Word Embedding. تمام؟ الـ Word Embedding أو عفواً الـ Word to Vec آسف بدنا ناخده برضو بشكل عملي من خلال TensorFlow. تمام؟ فبتوقع أن المحاضرة الجاية إن شاء الله يعني أدي لك جزئية عملية. هنا أنت لو فتحت على TensorFlow Tutorials رحت على التكست هاي في أنت عندك الـ Word Embedding. تمام، هو في هنا كود رح أحاول أبسط لك إياه قدر الإمكان عشان أنت تشوف كيف الأمور بتصير. فعشان هيك أنه رجاء برضو تكون قاطع شوط بالبايثون المحاضرة الجاية عشان تكون انه فاميليار معانا تشوف كيف الامور بتصير. في حدا عنده اي اسئلة او استفسارات تانية؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب. خلص نراكم دكتور. تفضل. سلايد اذا في امكانيه. السلايد انا حكيت لك انه على الجيت هاب، لانه انا يعني السلايد هذه انا اوريدي معدل عليها من المصدر تبعها. يعني في بعض السلايدات حذفتها، يعني في بعض السلايدات كانت الفورمولا تبعتها مش واضحه، فهذا من المصدر تبعها، فانا اوريدي عدلت عليها الـ الرابط تبع الجيت هاب. انا يبدو ان انا مش حطيت لكم اياه على 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 صحيح، مش حاطه هنا لكن موجود موجود هيو هنا على البلوج اظن. حاطط لكم اياه مباشره. حاضر ولا يهمك ان شاء الله. شفته من البلوج صحيح. نعم اوكي. يعني ممكن انه يعني بعد المحاضره خليني انهي المحاضره واحط لكم اياه مباشره إيه ان شاء الله. في بضل اي استفسارات تانية؟ خلينا ننهي المحاضرة. في دكتور استفسار بس مش خصوص بالمحاضرة. كان الدكتور اياد الاغا حكى لنا انه بالنسبة للرسالة يعني الفصل القادم يعني ممكن تشوفه دكتور من الان على اساس انكم يعني ترتبوا الامور، فما بعرف يعني ممكن هذا الاشي يكون دكتور حاليا ولا كيف؟ يعني في موضوع مثلا من مواضيع اللي دراستها حاليا انه اخذنا موضوع ممكن تعطينا زي جايد لاين انه بحيث انه يكون في موضوع الرساله.
مش مواضيع بأكثر ما إنه هي بروجكت، بروجكت إنه بتكون يعني أنت بعد ما أخذت أكثر من شغلة ممكن إنه أنت تحاول إنه أنت تطبقها، يعني بعد ما تكون إنه استوى يعني إنه استوعبت العديد من الأمور، فممكن إنه أنت تختار واحدة من هاي التاسك أو المشاريع تختارها إنه كفكرة أساسية للرسالة أو شغلة، يعني خلينا بديش أقول إنه هي exactly the same ولكن إنه شغلة يعني بتدي لك فكرة أو بذرت فكرة للرسالة يعني، فممكن جدا بالعكس يعني. تمام إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك رب. طيب يعطيكم العافية يا شباب، ونشوفكم إن شاء الله الأربعاء القادم، وشكرا جزيلا لكم يعني استماعكم للمحاضرة وبقائكم حتى النفس الأخير. الله يعطيك الف عافية دكتور. شكرا لك يا دكتور، يعطيك العافية. الله يعطيك الف عافية دكتور. دكتور كنت انا بدي اكلمك بس مش عارف يمكن لقيت او ممكن غدا، بخصوص اللي هو التشات بوت، على اساس ممكن بدي اشتغل في موضوع اكثر موضوع بنفس الوقت مع ماده اللي هو البحث العلمي والماده هذه، هل ممكن اشتغل بروجكت ثاني اللي هو التشات بوت لجامعه فلسطين اللي هو لمؤسسه اكاديميه للرد على الطلاب بشكل آلي، وممكن استخدمها باكثر من في اكثر من ماده اللي هو رساله وهنا وهنا، ايش رايك دكتور؟ خليها لبكره لو انت حكيت. مش مشكله، انا بكلمك ان شاء الله. ان شاء الله خلاص على الواتساب وبننسق وممكن نحن نحكي مع بعض باذن الله. حياك دكتور، الله يعطيك الف عافيه دكتور، الله يرضى عليك. تحيه، السلام عليكم.